هو واحد من أقوى الشخصيات العسكرية في سوريا ومن أبرز الضباط المقربين للنظام السوري. خالف بشار الأسد القوانين من أجله وتلاحقه العقوبات الدولية. إنه الجنرال جميل الحسن. فما هي قصته؟ يعد جميل الحسن الذي ولد عام 1952 في قرية القرنية بمحافظة حمص من أقوى أصحاب النفوذ في سوريا، حيث إن اسمه كفيل لبث الرعب في قلوب السوريين. التحق الحسن بالكلية الحربية عام 1972 وتخصص في الدفاع الجوي وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء في عام 2009، وفي ذات العام ترأس شعبة الاستخبارات الجوية خلفاً للواء عبد الفتاح قدسية. يعتبر الحسن من أكثر الضباط قرباً لبشار الأسد، كما أنه من أبرز مستشاريه، ولقربه الشديد منه أمر الأسد بالتمديد له لإدارة المخابرات الجوية 8 مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2019، ليخالف بذلك الأنظمة والقوانين الناظمة كافة لخدمة الضباط في الجيش السوري. كان أول ظهور للجنرال الحسن عام 2011 مع اندلاع الاحتجاجات السورية، إذ كان من أبرز الضباط الذين وجهت لهم اتهامات بالقيام بأعمال قمع ضد المحتجين وحتى إنهاء حياتهم. وبعد عام واحد من الأزمة السورية سربت لجميل الحسن محادثات يقال إنها كانت بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، وقال فيها إنه على استعداد لإنهاء حياة 1,000,000 شخص لوضع حد لهذه الثورة، وأنه سيمثل بالنيابة عن الرئيس أمام محكمة لاهاي. وبحسب المصادر فأن الحسن وضع بالفعل مئات السوريين في احتجازات المخابرات الجوية، إذ تعرضوا لأسوأ معاملة، حتى بلغ عدد السوريين الذين فارقوا الحياة نحو 300,000 شخص في عام 2016. وكان من ضمن ضحايا الجنرال أب فرنسي من أصل سوري وابنه، حيث رفع دعوى ضده لدى المحاكم الفرنسية التي تابعت بدورها الجنرال قضائياً في عام 2018 بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما أن القضاء الفرنسي أمر بمحاكمته في عام 2023. وأصدر القضاء الألماني تهماً ضد الجنرال الحسن على خلفية شكوى قدمها ضده مجموعة من السوريين الذين فروا من البلاد وطالبوا بمحاكمة جميل الحسن إما في محكمة لاهاي وإما في أي محكمة أخرى، ليصدر النائب العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل الحسن. وكانت الخارجية الأمريكية حثت السلطات اللبنانية من قبل على تسليمها الحسن أثناء فترة تلقيه العلاج في أحد المشافي في بيروت. وفي عام 2019 أعلن الرئيس السوري بشار الأسد إقالة اللواء جميل الحسن فجأة، وتعيين غسان جودة إسماعيل مديراً لإدارة المخابرات الجوية خلفاً له، وقال النظام السوري حينها أن مغادرة جميل الحسن جاءت نتيجة تعرضه لأزمة صحية، كما أنه تجاوز سن التقاعد القانوني.